خش ضيوف. اوه عشان تفلي ايه اللي جابك؟ علشان الدرس. حماده راح المدرسه. المدرسه؟ ايوه. طيب اقعد معاكم شويه. بس احنا خارجين. خارجين؟ يعني هتسيبوني لوحدي؟ ليلى هانم تقعد معايا، حاكم انا راجل كبير واخاف اقعد لوحدي. وتقعد ليه يا اخي؟ عشان استنى حماده، انا ما اقدرش اطلع السلم ده تاني. طب يجي معانا، ام محمد مش جايه النهارده. والله فكره، ده راجل بركه ويبقى حتى فسخت الرحله. قوم قوم قوم. يلا قوم. طيب يا ابني يا ابني اديني فرصه اخد نفسي. اعملي لي قهوه ساده يا بنتي. يا ابني ده انا طالع 33 سلمه. يبقى صلح السلم يا ولد يا مسعود، في سلمه مكسوره وانا راجل على قد حالي كنت هقع فيها. قهوة سادة يا بنتي. ايه؟ ايه بقى؟ مالك؟ ها؟ مالك حبيبي؟ انت عيان؟ ايوه عيان، انا معقد، عايز اوريك العقد اللي جوايا. هتلاقيها بقك بقك بقك، كل بوقة قد كده اهو. ادي بقك بقك. لو فتحت قلبي هتلاقي الكبت اللي فيا كتل كتل، كله كتل قد كده. ايوه. وساكت على نفسك ليه حبيبي؟ مش لاقي حد يعالجني غيرك انت يا مريم. مسكين حبيبي. خففيني يا مريم، خففيني. I like you very much. Yes. انا كمان very much is because I am the tree. ما تجيبي بوسه بقى. Not yet. What? هروح مشوار صغنن وهرجع بعد نص ساعة. استنيني هنا. بومبا؟ نو بومبا. نو بومبا. اوعي تأخري. ما تأخريش يا مرايا. الله، يا راحت فين؟ انت كنت فين يا مال؟ اهل خالته. على مهلك. حاسبوا عليه، ده راجل عجوز كبارة. بقول ايه؟ ادخل انت، انا عارف الطريق. امسك نفسك يا عم بشنجي. ايوه امسك. ايه؟ تعالي. يا جماعه ما تزعلوش من بعض. يبهدل الواحد كده؟ لا خبيب. طب انا بحبك يا مريم. انا كمان خبيب. طب ما يلا بقى نتجوز. يلا روح البيت عندك حبيبي. ايه ده؟ عايزة تيجي البيت معايا؟ ايوه حبيبي اجي البيت معاك. بس احنا لسه ما جوزناش. مش مهم ابدا حبيبي. ايهو. سيبيني اسوق شويه يا منصور. سوق انت كيف بس؟ يمين شمال يمين شمال. يا سيدي انا توتينا في دايره وسكتت هتوتينا في دايره يا شيخه. اخت عليك انت واقفه. عارفه انا عامل الريحه دي ليه؟ عشان يخبوا بعض حبيبي. وعشان حاجه تانيه كمان كلمتك عنها امبارح.
اكلم ليلى تجوز انت. مش هتسمعك يخرب عقلك. بس بقى بس بقى يا عم بشان المركب ماشي عدل. اصلي سرحت. سرحت في ايه؟ تلميذي وابني احمد ابو العز انسان عظيم وعاقل وحساس وعاطفي جدا. انت تعرفه كويس يا عم بشندي؟ اه ده انا مربي بايديا دول. طب ليه ما علمتوش الشجاعة؟ قصدك ايه؟ قصده بيخاف من خياله، بيترعب من ابن عمي. ما هو صاحبنا ده شيء غير طبيعي. اللي بيحب ما يخافش ولا من العفريت الازرق. وانتي واحمد بتحبوا بعض؟ لا لا بلاش، هعرف الرد من عينيكي. اصلا انا بفهم في لغه العيون. بصيلي. نعم. اصل احنا وصلنا. طب على مهلك. فين الخرم بتاع الباب؟ انا سامي الباب ده وانا نازل بالخرم. الخرم راح فين؟ اي حد معاه خرم يطلعه. فين الخرم؟ الخلف بتاعك انت مس ولا بوت؟ الخلف بتاعك انت. سكرانين في شرق اوروبا. بس انا ما احبش السكرانين. مين قال لك ان انا سكران؟ انا حلوه وزي الفل. انا غنوه بق الكل. انا من جاي. انا السويق. انت لازم تشرب دواء يفوقك. هو الدواء فين؟ انا حلوه وزي الفل. انا غنوه في اي حته في الكل بقى. لازم تشرب مكركم عشان يطهر معدتك. مكروكروم ايه؟ تعال الفرنكاوي. ايه دي مجنون؟ بتاع مسعود الفرنكاوي ده بتاع الحديد. انا اللي حابة حديد. هتشوفي. ده بقى اللي هيطلع البؤب والكتل والعقب كلها. تعالي بقى تعالي يا بركانينس. تعالي انا جدع بقى بركانينس. تعالي رجعلك حالا يا خبيبي. سيباني في الوقت المناسب. لا افندي افندي. انت بتحب ليلى مش كده؟ زي بنتك يعني. طبعا طبعا. لكن ليه السؤال ده يا بنتي؟ ابو ليز التلميذ بتاعي انت عايز يجوز ليلى وعايزني انا اقول لها. انت لسه ما قلتلهاش؟ طيب ما تقولي لها انت يا بنتي وحياة والدك جنوبك ثواب. انا مش فاضي. انا اشغل مسعود وانت كلم معاها. اوكي 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 باي. ان شاء الله تنهرش يا بنت العبيطة. تيجي نعمل زي زمان. زمان؟ زمان يعني ايه؟ لما كنت تحكم عليا اشيلك على كتفي واوصلك لغاية البيت. ده كان زمان. انا دلوقتي كبرت خلاص يا مسعود. بقى هتكبر على ابن عمك اللي مربيكي. طب وما انا شايلك ايه؟ ايه ده يا مسعود ده تمام؟ استني بس استني. اوعى كده. استني بس بقول. انتوا بتلعبوا ايه؟ بنلعب ايه بس يا ديانا؟ وضحكتوا. عايزة ايه؟ عايزاك انت يا حبيبي. هتعملي بيا ايه؟ هعمل كده اهو. كده اهو.
ليلى. عم بشندي. فكري فيه يا بنتي. بتحبي يا؟ انت جربت الحب يا جدو؟ ايه زمان. يعني حبيت كم مرة في شبابك؟ مرة واحدة. وكنت بتحس بايه وانت قاعد جنبها؟ بحس ان قلبي فرحان بيرفرف وعاوز اقول. عاوز اقول حاجات كتير. قول. اقول خايف. خايف اقول اللي في قلبي تتقل وتعند وياي. ولو داريت عنك حب يا جدو تفضحني عيني في هواي. ايه اللي عملتيه ده يا بنتي؟ كنت هترجعيني لشبابي. وحياتي يا جدو. لا لا عشان خاطري يا جدو. مش ممكن. طب نخصمك. تخصمي ليه يا بنتي؟ دي هي الخير والبركة. ايه اللي بتعمليه ده؟ بقلة. والنبي اتداري عليه عشان مسعود ما يشوفنيش. ولزومه ايه بس القلع؟ هاخد غطس. تيجي علينا في العوم يا جدو؟ ما بلاش عوم، واقعدي خدي حمام شمس احسن. عايز اتكلم معاكي. طيب. اقعدي امسكي. استني هفرشلك هفرشلك. اقعد؟ اتفضلي. عايز تقول ايه؟ كنت عايز اقول ال اصل ال 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 ما هو 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 اصل الحكايه الموضوع يعني نسيت. طب انا هقوم اخد غصه على ما تفكر يا جدو. ما هو عن اذنك يا جدو. ألاقي مسعود. صح بتحبيني يا ديانا؟ صوخة مسعود. صوخ. ما تتكلمي عادي بقى يا ديانا. سوايا سوايا. انت ما جبتيش احمد معاكي هنا ليه؟ اجيبه كيف وانا مديله الوصفه العجيبه. عجيبه؟ انت وصفه. دي حاجه مالكيش دعوه بيها. تعالي يا شيخه تعالي يلا.